كوكيز، النوتيلا تحفة جدا جدا، وصفة سهلة وبسيطة. وكمان مقاديرها تقريبا عندنا في المطبخ مفيش بس غير النوتيلا هي اللي ممكن نشتريها، او نشتري مش لازم علبة كاملة، ممكن نشتري حاجة بسيطة. شايفين قد ايه كل الحشوات هنا جميلة ازاي؟ دي عجينة واحدة بس في فرق بين الشكلين، الشكل اللي هو متساوي دوت انا عم مسوياه بايديا، والشكل اللي هو المخربش او العشوائي ده انا عاملاه بالمعلقة. بس طبعا الاتنين طعم واحد، بس الشكل ده احلى وده سادة، والشكل ده مش احلى ولكن محشي نوتيلا. يعني كده كده لازم نشوف الفيديو عشان نعرف الحاجات الحلوة دي معمولة ازاي. وصفة سهلة وبسيطة، يلا ندخل بينا الفيديو على طول علشان نعرف الوصفات الحلوة دي احنا عملناها ازاي بكل الشوكولاتات الوهمية دي. المكونات معايا عبارة عن ايه؟ عن نص كوباية من الزبدة، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الشوكليت شيبس، ممكن تكون اقل من كده، انا مش محتاجاها قوي لان انا هحشي نوتيلا زي ما قلت لكم. ومعايا بيضاية طبعا بدرجة حرارة المطبخ، معلقتين كبار عسل اسود، معلقة صغيرة بيكنج صودا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة او رشة صغيرة من الملح، وطبعا معايا هنا كوبايتين من الدقيق. هعمل ايه؟ في بولة احط فيها السكر وكمان الزبدة، والزبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ، هنزل كل الكمية، اهتم جدا بالمقادير. وكمان البضاية، وهخفق كل المكونات مع بعض علشان بس السكر يدوب، وطبعا بضاية يعني فانيليا، معلقة حلوة كده من الفانيليا، هخفق لحد السكر بتاعي ما يدوب. ودلوقتي هنزل بمعلقة العسل الكبيرة او معلقتين كبار، سوري معلقتين كبار من العسل الاسود، بيدي طعم حلو قوي كده، وكمان بيخلي الكوكيز بتاعتي فادجي وطريه. هقلب كل المكونات برضو كويس جدا. دلوقتي بعد ما قلبت كل المكونات هحط هنا البيكنج باودر والبيكنج صودا، البيكنج صودا اللي هي الكربونات، ورشه الملح. هقلب كل المكونات دي مع الدقيق كويس جدا، يفضل ان الدقيق بتاعنا يكون منخول، انا طبعا نخلاه. ودلوقتي هنزل الدقيق بتاعي على المواد السائلة اللي انا خفقتها وهقلب لحد ما الخليط بتاعي يتماسك. دلوقتي هحط شويه من الشوكليت شيبس بتاعتي واسيب شويه ازين بيهم، وافضل اقلب لحد ما تتكون معايا عجينه. وكده بعد ما عجنت الكوكيز بتاعي، شايفين هو لامم وفي نفس الوقت بيلزق، يعني هي دي خطوه مهمه جدا، ما نزودش دقيق، ما نخافش، لا هو كده العجينه مظبوطه، مش هنزود عليها دقيق ولا حاجه، الا اذا كانت سايله قوي اكتر من كده وبتلزق اكتر من كده. هعمل ايه دلوقتي؟ هسيبها في التلاجة تقريبا تلت ساعه، او لو مستعجله احطها في الفريزر 10 دقائق بس. ودلوقتي بعد الكوكيز ما حطيتها في الفريزر 10 دقائق، انا كمان حطيت معالق كده صغيره من النوتيلا وحطيتها في الفريزر تيجمنت، نوعا ما جمدت معايا بالشكل ده. هعمل ايه؟ بالسكوب بتاعت الايس كريم او باي حاجه بس تطلع المقدار عندي متساوي، هاخد واحدتين، انا عايزه الكوكايه بتاعتي تكون كبيره شويه عشان لسه احط فيها الشوكولاته بتاعتي او النوتيلا بتاعتي، هفتحها كده بالشكل ده، هحط النوتيلا كده وارجع اقفل عليها. شايفين واحدة هي محترمة، اللي ياخد واحدة هي واحدة بس ما ياخدش واحدة تانية، عشان كده يعني هيبقى كتير جدا بالشكل ده. نعمل كمان واحدة، نحاول نخلي المقدار كله قد بعضه، هياخد 2 من سكوب الايس كريم
احنا ممكن نعملها وهي تبقى كده، بس هنزود شوكليت شيبس ونحطها بالشكل ده في الصينية ونسويها على كده من غير ما تكون محشية، وبقى حلوة جدا. هعمل برضو معاكم كذا واحدة، شايفين العجينة قد ايه حلوة معايا ولينة، فردتها بالشكل ده. هرجع احط النوتيلا بتاعتي وارجع اقفل عليها، بس دي كبيرة شوية بالشكل ده. هكمل كل الكمية دلوقتي بعد ما شكلت الكوكيز بتاعتي، هحط بس كده شوية من شوكليت شيبس على الوش وشوية الباقيين من العجينة، هعملهم من غير حشوة النوتيلا، وعملهم برضو معاكم بس بحجم اصغر وبالمعلقة العادية. دلوقتي هحطها في الفريزر 10 دقايق بس قبل ما ادخلها الفرن، او 1/3 ساعة في التلاجة، لحد ما اكمل باقي الكوكيز بتاعتي تكون دي جهزت. وبكده بقى بالمعلقة العادية خالص بتاعت الشاي بتاعتي بالشكل ده هحط كده، طبعا الحجم اللي احنا عايزينه، عايزين نكبر عن كده اوكي، عايزين نصغر اوكي، ولازم نسيب مسافات عشان الكوكيز بتنفش في الفرن. انا عايزاها الشكل كده يكون عشوائي، يدوب بس هسويها حاجات بسيطة، ولكن الشكل لما بيكون عشوائي بيكون احلى. هكمل كل الكمية وكده بعد ما خلصت كمية الكوكيز بتاعتي وكمان حطيت عليها تشوكليت شيبس من على الوش، هحطها دلوقتي في الفريزر. ودي طبعا المحشية نوتيلا دلوقتي طلعتها من الفريزر وهحطها في الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 210 دقايق. التسوية مهمة جدا، بلاش نطول عليها اكتر من كده علشان هتنشف معانا، احنا عايزينها فودجي كده ومش بتتكسر قوي بس بتدوب في ايدينا لما بنمسكها. وكمان اللي عايز يقلل حجم الكوكيز بتاعته يقلل الحجم، بس يقلل حجم كمان النوتيلا اللي هيحشي بيها. دلوقتي هحطها في الفرن. ودلوقتي بعد الكوكيز بتاعتي ما طلعت من الفرن بالراحة جدا، بحاول انقلها، شايفين قد ايه هي فادجي وجميلة، بس لسه سخنة جدا، بحاول انقلها على شبكة بالشكل ده، اي شبكة موجودة عندنا عشان بس ما تكملش سوا في الصاج بتاعي وتنشف معايا كده. هنقل كل الكمية. ودلوقتي الكوكيز اللي هي مش محشية هي كمان طلعت معانا، شايفين قد ايه بقى الشكل العشوائي بيبقى احلى بكتير من الشكل المنمق، وهو ده اصلا شكل الكوكيز اللي هو الشكل العشوائي ده. واللي ما عندوش راك او شبكة نطلع عليها الكوكيز ممكن نطلعها على اي حاجة تانية، بس المهم نشيلها من الصينية بالشكل ده كده. وبكده كمية الكوكيز بتاعتنا بقت جاهزة معانا، شايفين بقى قد ايه النوتيلا سايحة وجميلة جدا من جوه. وده عايزة اوريكم الفرق بين اللي احنا بنسويه بايدينا والشكل العشوائي. الشكل العشوائي طبعا احلى، بس طبعا زي ما انتم حابين. عايزة افتح لكم كمان واحدة من جوه اوريكم الشوكليت قد ايه سايحة، شايفين بجد وصفة كوكيز وهمية. يا ريت تجربوها، واللي جربها ويعجبه الوصفة يا ريت يقول لي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.